السلام عليكم مشاهدينا، نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، يشرع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين ابتداء من اليوم 24 جانفي 2022. والعلاقات الجزائرية المصرية ضاربة في التاريخ، ويطبعها التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية التي تعكس حقيقة إرادة الرئيسين عبد المجيد تبون وأخيه عبد الفتاح السيسي، اللذين يعكفان على تعزيز هذه العلاقات إلى ما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين. العلاقات الجزائرية المصرية في هذه الورقة لأحمد أمين دريدي. عندما تتحدث عن العلاقات الجزائرية المصرية يتبادر إليك التاريخ جليا، لتجد صفحات ملأى بملاحم التعاضد بين البلدين، فقد كانت الجزائر سندا لمصر، وكانت مصر سندا للجزائر إبان الثورة التحريرية المضفرة. الحديث عن العلاقات الجزائرية المصرية هو حديث عن التاريخ، تاريخ يمتد إلى قرون وقرون من الدعم والمساندة والمؤازرة. الجزائر وقفت مع مصر في عدة محطات تاريخية حينما احتاجت مصر إلى الجزائر. مصر أيضا وقفت مع الجزائر ودعمتها حينما احتاجت الجزائر إلى مساعدات مصر، خاصة في المرحلة الأخيرة من الكفاح المسلح، مرحلة الثورة التحريرية. الجزائر أيضا وقفت مع مصر في حرب 67 وفي حرب 73 أيضا. الجزائر كانت من أهم البلاد العربية التي دعمت حرب 73 ودعمت الجيش المصري في أثناء حرب 73، والمصريين لا ينسوا ذلك، وده كان تأكيد على ارتباط الجزائر العروبي وانتمائها للعالم العربي وعلاقة الجزائر بمصر. عمق تاريخي غائر ترامت جذوعه لتشكل علاقات متشابكة من الشراكة والتعاون والتنسيق والتشاور على أعلى مستوى، للارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين الرئيسين عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذين آبانا في كل محفل عن تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية على غرار القضية الليبية. كما تعكس اللقاءات والاتصالات بين الرئيسين وبين مسؤولي البلدين حجم الثقة المتبادلة في مختلف الأصعدة والقطاعات، فالتبادل والتعاون الاقتصادي يتعزز يوما بعد يوم ليحقق نتائج إيجابية في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر. الحجم المبادلات التجارية بين البلدين فهو يقارب، قد قارب 800 مليون في سنة 2020، حيث كان من قبل، يعني قبل جائحة الكوفيد، كان أكثر، يعني وقع فيه تخفيض بسيط، جعل من مصر تحتل مرتبة الشريك الثاني بالنسبة للجزائر والمورد الأول والزبون الثالث في العالم العربي. كتبه شاعر الثورة مفدي زكريا، ولحنه الموسيقار محمد فوزي. نشيد الجزائر قسما قسمت من خلاله الأقدار بأن تبقى العلاقات بين الجزائر ومصر متلازمة على مد العصور، وما تزال جسورها تمتد ويثبت أصلها في التاريخ يسمو فرعها مستقبلا. وثمار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر تتجلى من خلال العديد من المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة. الشركة العربية للمعادن بولاية المدياء أنموذج لشراكة استثمارية صناعية رائدة في رسكلة النحاس وتدويره بمقاييس عالمية. آية دحو. كل الآلات والمعدات اللازمة لتحويل النحاس بنوعيه الأصفر والأحمر متوفرة بهذا المصنع. وحدة الإنتاج هذه تشغل أكثر من 200 عامل بطاقة إنتاجية تقارب 1000 طن في الشهر. عندنا هنا في 6 أفران
في منها أفران معالجة طبعا عشان نعالج النحاس ونرجع تاني نبدأ نعمل له عملية تجهيز لي للمرحلة اللي بعد كده. مجال النحاس الأحمر يبدأ من الـ 8 ملي أو اللي هو نقول عليه المجال الكهربي، والمجال التاني اللي هو النحاس الأصفر. النحاس الأصفر اللي هو بيكون فيه نسبة نحاس 60% والنسبة التانية 40% زنك، وهذا النحاس بيستخدم لأغراض التور، أغراض البريس، أغراض المجالات السيارات، أغراض البلومبي، كل الحاجات دي كلها بنشتغلها هنا من الآل الزد. وضماناً لجودة إنتاج هذه المادة الحيوية التي تعتبر دعامة للصناعات الاستراتيجية، مخبر خاص بمراقبة النوعية. نقوم بأخذ عدة عينات وليزيسي في المادة الأولية وحتى النهائية. الهدف منها مراعاة الجودة بمعايير دولية. اتفاقية الشراكة بين الجزائر والأشقاء المصريين في مجال الاستثمار بالجزائر تلقى عناية خاصة دعما للحركية الاقتصادية بين المستثمرين. احنا بقالنا حوالي سنة لسنتين اللي بيحصل واللي احنا شايفينه النهاردة، ان احنا النهاردة عندنا بوند كوموند بمليون دولار في شهر واحد، ده ناتج عن قصة حاجة نجاح حقيقية متمثلة في ان الدولة متمثلة في وزارة التجارة شجعت وغيرت القانون بحيث ان احنا نقدر نصدر. الدولة متمثلة في الولاية ساعدتنا بالزاف بالزاف ان احنا نطلع الرخص بتاعتنا، رخص البناء اللي وصلتنا اليوم ان احنا بنقدر نصدر لأربع دول. اليوم هنعمل اكستنسيون ب 500 ألف دولار مخصصة فقط للتصدير، ده ناتج عن قصة نجاح وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. اليوم احنا عندنا خطة بتصدير 40 مليون دولار في سنة 2022 للمنتجات النحاسية، وكل ده زائد وفائض عن احتياج السوق المحلي. اليوم احنا هنصدر لتركيا، لإيطاليا، للصين، لمصر، وعندنا نيجوسياسيون مع إسبانيا وألمانيا لتصدير ما يعادل 200 طن شهريا ان شاء الله. رفع العقيل لدخول المؤسسات حيز النشاط يعني تاثير كبير، اولا من ناحيه تعديد مناصب الشغل، كذلك كقيمه مضافه اللي تدخل اموال عن طريق ضرائب الخزينه العموميه، وفي حد ذاته يعني الحركه الاقتصاديه، يعني حركه اقتصاديه تاع الولايه. الاستثمار الأجنبي في الجزائر مؤشر واضح على النجاح الذي تلقاه المشاريع الاقتصادية، خاصة مع الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجال الإنعاش الصناعي. والشراكة الجزائرية المصرية جسدها أيضا مصنع إنتاج الكوابل الكهربائية بولاية عين الدفلة، والذي يلبي احتياجات السوق المحلية من منتجاته، كما يطمح إلى توسيع صادراته خارج الوطن. محمد عياشي. هو مصنع رائد في صناعة الكوابل الكهربائية والأكسسوارات، فهنا تصنع الكوابل ذات الضغط العالي والكوابل المضادة للحرائق الخالية من الهالوجين والمحولات الجافة. وصلنا لإنتاج كابل، أعلى كابل يستخدم في الجزائر اللي هو 220 كيلو فولت. رانا يعني ربي وفقنا باش نخدمه ونحطه منتج ذو جودة عالية بالمواصفات العالمية في السوق الجزائرية، وإن شاء الله يروح للسوق للتصدير. جودة المنتوج جعلته رقما أساسيا في السوق الوطنية، بل بات من بين المنتوجات التي تفرض نفسها في السوق العالمية. احنا بنصدر من الجزائر، استطاعت الجزائر انها تقوم بالتصدير من خلال مصنع السويدي في ولاية عين دفلة الى اكثر من 15 دولة افريقية، الى امريكا اللاتينية، الى الولايات المتحدة الامريكية لاول مرة، وكذلك الى اوروبا وايطاليا، وكذلك أيضا إلى آسيا، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، العراق، بالإضافة إلى تونس والعديد من الدول الأفريقية. تشجيع الاستثمار طرف هام في معادلة الدعم الاقتصادي الوطني، ولذا قدمت الدولة الجزائرية كل تسهيلة لازمة للمستثمرين الجزائريين والأجانب على حد سواء. ومؤخرا بدعم من الدولة الجزائرية ومؤسسات الدولة وطبق لتوجيهات السيد فخامة السيد الرئيس، الحمد لله رب العالمين تحصلنا على رخصتي بناء المصنعين المتوقع. دول هيساعدونا في زيادة الطاقة الإنتاجية تقريبا للضعف،
هنرتفع من حوالي 650 وحدة محولات كهربائية إلى 400 محول كهربائي. علاقة الصداقة والأخوة بين الجزائر ومصر أضفت امتيازات خاصة في مناخ الاستثمار المشترك. إلى مستجدات الوضع الصحي ببلادنا، حيث ما يزال فيروس كورونا يسجل أرقاماً مرتفعة في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون، وحسب آخر حصيلة فقد سجلت أمس 2134 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة رحمهم الله، فيما تمثل 1020 مريضاً للشفاء حسب بيان وزارة الصحة. في الانشغال الصحي دائما وللحد من انتشار وباء كورونا، تتواصل بولاية وهران عملية تلقيح الأساتذة وموظفي قطاع التربية للوقاية من متحورات كورونا. أبو بكر منصوري. هنا بمتوسطة نميش بومدين بولاية وهران، وعبر وحدة الكشف والمتابعة بذات المؤسسة، تجاوب ملفت لمنتسبي قطاع التربية على تلقيح أنفسهم استجابة لدعوة الوزارة الوصية. احنا كعمال التربية رانا ننبو في النداء تاع الأساتذة تاعنا، قال لك التحقوا باش ان شاء الله نستعملوا اللقاح، وهذه دعوة من خوتنا وبوباتنا، قال لك اللي قد تعملوا هذا اللقاح الثالث والحمد لله هذا البرهان، يعني رانا في الجرعة الثالثة. مريضة بمرض السكري، داء السكري، ومع هذا درت التطعيم الأول وزدت التطعيم الثاني ولم أصاب بالمرض لا زكام ولا أي حاجة زعما حتى الآن، راني بصحة جيدة باش نحمي نفسي أولا ونحسن نحمي الأولاد ثم التلاميذ تاوعي تاني هما أولادي. وتسعى هذه الحملة إلى منع تفشي كوفيد-19 بهدف ضمان استمرارية موسم دراسي آمن، باش يكونوا الناس هذوما يتجاوبوا معنا فيما يخص التلقيح حماية على نفسهم كعمال ولا كأساتذة ولا كمربيين، حماية على العائلات نتاعهم وحماية على التلاميذ نتاعهم. فتح مراكز تلقيح عبر كل بلدية الولاية، سواء كانت على مستوى واحد الكشف المتابعة 42 واحد الكشف المتابعة على مستوى الولاية أو تنقل فرق طبية إلى المؤسسات التربوية، وهذا بالتنسيق مع زملائنا في قطاع الصحة. عملية التلقيح في الوسط التربوي في تواصل مستمر، ونجاحها مرهون بمدى استجابة الأسرة التربوية بضرورات التلقيح. أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة السيد محمد اليوم جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لسوناتراك محمد مزيان إلى تاريخ 31 جانفي الجاري بسبب إضراب المحامين. وسبق تأجيل هذه المحاكمة من قبل المحكمة يوم 17 جانفي الجاري لذات السبب، ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد. دوليا وفي الشأن الصحراوي، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة والمحبس وأوسرد، وفق ما أفاد به البيان العسكري رقم 437 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. يذكر أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي. في فلسطين المحتلة، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع وتمنع خروج الأجهزة المعطلة المستخدمة في تشخيص وعلاج المرضى. هذا وناشدت الوزارة الوصية المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة الذي يشهد موجة رابعة من فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواء داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتين.
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أي دخول جديد للقوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية سيواجه برد حاسم من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وأن فرض عقوبات على روسيا الآن سيؤدي إلى فقدان الغرب القدرة على ردع أي عدوان تقوم به موسكو على أوكرانيا. من جهة أخرى، استبعد نائب رئيس الوزراء البريطاني ووزير العدل دومينيك راب إمكانية إرسال بلاده قوات عسكرية لمساعدة أوكرانيا في الرد على غزو روسي محتمل عبر حدودها الشرقية، مؤكدا على أن الحلفاء الغربيين سيردون على أي غزو روسي لأوكرانيا بعقوبات اقتصادية ومالية صارمة. إلى جديد جائحة كورونا عبر العالم، وفي بصيص أمل لعودة الحياة إلى طبيعتها، توقعت منظمة الصحة العالمية نهاية محتملة لفيروس كورونا في أوروبا بعد متحور أوميكرون الذي انتشر بسرعة كبيرة في أنحاء المعمورة، فقد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول شهر مارس المقبل، مما ينبئ بنهاية محتملة لوباء كورونا في القارة العجوز. تفاؤل يعكسه من جهة أخرى تحذير للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية مفاده احتمال ظهور سلالات جديدة بعد أوميكرون، مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا. نختتم النشرة بالرياضة، حيث أسدل الستار على دوره أو على دورة الشهيد ديدوش مراد في سباق الدراجات التي عرفت تتويج فريق مولودية الجزائر في المسابقة التي تدخل في إطار كأس الجمهورية لموسم سباق الدراجات على الطريق. التفاصيل في تقرير محمد صالح بوساكر. المرحلة الثالثة والأخيرة لسباق الجائزة الكبرى للدراجات الشهيد ديدوش مراد عرفت تألق عناصر مولودية الجزائر عند الأكابر الذين تمكنوا من افتكاك المراتب الأولى في الفرد وحسب الفرق. الحمد لله وفقنا ربي أنا وصاحبي وقدرنا نديروا لا ديفيرونس وربحنا الكورس. الحمد لله يعني جزنا على حسب التكتيك اللي درناها. تمكننا من انفلات في 40 كيلومتر الأخيرة وحققنا الفوز ونهدي هذا الفوز لمولودية الجزائر كأول فوز لهذه السنة. عند الأوسط عادت المرتبة الأولى للدراج قصير عبد الرحيم من أكاديمية قسنطينة فيما توج باللقب فريق أمل المالح من عين تيموشيت. اللي يسمح لنا باش نحضروا القادم المواعيد مع المنتخب الوطني إن شاء الله. رغم كون الدورة هي أول منافسة في افتتاح الموسم الجديد، فإن بعض الفرق أظهرت استعدادا جيدا على غرار أكاديمية قسنطينة. دورة ديدوش مراد هي دورة اكتشاف بعض الدراجين خاصة في الفئات الأواسط. ما يخفاش أننا نعتبر احنا فريق أكاديمية قسنطينة اليوم قدم يعني دراج القصير عبد الرحمن اللي اليوم توج بالقميص الأصفر عن جدار واستحقاق. الدورة هي أيضا محطة تحضيرية للنخبة الوطنية لقادم المواعيد. هذه السنة سنة استراتيجية بما أنه تنتظرنا استحقاقات مهمة على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم يعني كل النخب الوطنية شاركت، خاصة أنه هذه المشاركة تسبق مشاركة الفريق الوطني في دورة الشارقة الدولية اللي راح تكون آخر الشهر، على أن تليها عدة منافسات الشهر المقبل بداية بدورة الزبان، بعدها ستكون دورة وهران، سيدي بلعباس، عين دفلة، ثم مشاركة النخبة الوطنية في البطولة الإفريقية اللي ستكون في آخر 10 أيام في بوركينا فاسو. تنظيم مثل هذا النوع من التظاهرات يتطلب تكاثف الجهود، ومن هذا المنبر يعني يتقدم بالشكر الجزيل للسيد ولي الولاية وكذلك السيد رئيس بلدية ديدوش مراد، مديرية الشباب والرياضة، الرابطة الولائية لولاية قسنطينة. للتذكير أن دورة ديدوش مراد تعتبر أول محطة من منافس كأس الجمهورية للموسم الجديد. ختام النشرة مشاهدينا، ألقاكم في نشرة الواحدة. السلام عليكم.